انفجارات مدوية وغامضة وجديدة ضربت العمق الإيراني من جديد، وأبرز هذه الانفجارات هي جاءت قبل 48 ساعة من الآن، وتحديدا في هذه النقطة التي ترونها في داخل الأراضي الإيرانية. وهنا نتحدث عن المنطقة الاقتصادية للبتروكيماويات في ميناء ماشهر، وجاءت لقطة واحدة فقط من هذا الانفجار المدوي الذي جاء بهذا الشكل ليلا. لم تكن هنالك لقطة فيديو مصورة أو صور أخرى إضافية، هي بهذا الشكل جاءت، والمصادر الرسمية الإيرانية تحدثت وأكدت هذا الأمر. وكان هنالك حديثا عن أن هنالك جريحين، ولكن ليس هنالك قتلى أبدا. وهذا الانفجار قد يبدو مثل الكثير من الانفجارات التي تتعرض لها إيران على مستوى المصانع البتروكيماوية والنفطية والمتعلقة بالطاقة بشكل عام، ولكن ما جاء مع هذا الانفجار هو أن هنالك حديث وتقرير وتسريب صدر من إحدى المواقع الإيرانية، ألا وهو موقع أوا توداي أو أفا توداي، تحدث بأن هذا الانفجار ليس عاديا أبدا، وهو جاء بفعل هجوم تم بطائرة مسيرة، وهذا ما قاله طبعا أوا توداي. قال بحسب تقرير خاص ورد إلى أوا توداي فإن الانفجار نتج عن هجوم بطائرة مسيرة، لكن شهود العيان تم تهديدهم وإجبارهم على القول بأن الانفجار كان حادثا وليس هجوما بطائرة مسيرة. وهذا يذكرنا تماما بقضية هي تمت على موقع مهم جدا تحدثنا عنه كثيرا، هو يقع إلى غرب كرمنشاه، هذه المحافظة المهمة القريبة من الحدود العراقية، وتحديدا على قاعدة مهادشت التي طبعا هي تحت سيطرة الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني، وتحديدا على هذا المستودع الذي أيضا في شهر فبراير الماضي تعرض إلى انفجار، وكانت هنالك أمور غامضة كثيرة لن تأتي حتى صورة واحدة، ليس كما حدث من هذا الانفجار الذي نتحدث عنه اليوم في ميناء ماشهر. وكانت هنالك أنباء إيرانية تتحدث بأن كان هنالك حريقا في هذا المستودع في الوقود أو غيرها، وتم تهميش الأمر تماما، وجاءت صورة من القمر الصناعي بأربعة أيام في 18 من فبراير، وجاء الانفجار طبعا بهذا الشكل في هذا الموقع الذي نتحدث عنه، واستمرت الأمور بالغموض. وكانت هنالك أيضا أنباء كما هو الحال في أوا توداي قادمة من World News IL بعد 48 ساعة من الانفجار هذا، وقالت بأن كان هنالك هجوما بالطائرات المسيرة، لكن لم يهتم بهذه المعلومة أحد. وبعد ذلك جاءت الصواريخ البالستية لتستهدف إقليم كردستان، وتتحدث إيران عن هذا الموضوع، وأكدت واعترفت بأنها تعرضت إلى هجوم بستة طائرات مسيرة إسرائيلية على هذا الموقع. لذلك ما تم في ميناء ماشهر قد نكون هنا أمام فعلا نقطة أخرى، سيناريو آخر لهجوم بالطائرات المسيرة على هذا الموقع للبتروكيماويات المهم. ولكن هذا الانفجار الذي نتحدث عنه اليوم هو ليس الوحيد أو فريدا من نوعه، أو إن كان هنالك أو لم يكن هنالك أي انفجارات، بالعكس بل كان هنالك قبل 6 أيام من هذا الانفجار الذي تحدثنا عنه انفجار قد تم في جزيرة قشم على المطلة طبعا على الخليج العربي بهذا الشكل لإحدى الشركات التي تم تداول بعض المصادر، وتحدثت بعض المصادر بأن هذه الشركة تابعة إلى الحرس الثوري الإيراني، وبأن هذه الشركة هي مسؤولة عن تصنيع السفن التابعة للحرس الثوري والتي تنقل من خلالها الأسلحة لفصائلها المسلحة. ونتحدث هنا عن جماعة الحوثي بكل تأكيد، وكان هنالك تزامنا لهذا الانفجار مع ما جرى على أرامكو من قبل جماعة الحوثي الأسبوع الماضي. كذلك أن هنالك يوم أمس كانت هنالك قضية قد جرت أيضا مثيرة ولا زالت هي غامضة حتى هذا اليوم، إلى انهيار بهذا الشكل الهائل لجبل موجود في الداخل الإيراني في شمال إيران، وتحديدا في شمال شرق إيران، في شمال شرق العاصمة الإيرانية طهران تحديدا، في هذا الجبل طبعا الذي ترونه والذي يقع في طريق هازار بهذا الشكل انهار. وكما نعلم أن عادة الحرس الثوري الإيراني يمتلك قواعدا للصواريخ البالستية وغيرها تحت الجبال، لذلك قد نكون هنا أمام شيء غامض فعلا، قد تم مثل هذا الانفجار أيضا الذي تم بشكل غامض العام الماضي في نوفمبر أيضا في الجبال. وكان المتحدث في هذا المقطع المصور يتحدث بأن الانفجار الذي تم في هذه الجبال وتحديدا
في محافظة هرمزجان، وهذه الجبال طبعا هي جبال جنو. قال بأن هذه الجبال تتواجد فيها معدات عسكرية تابعة إلى الحرس الثوري الإيراني، وتم تداول هذا الأمر كثيرا، ولكن أيضا المشكلة أن السلطات الإيرانية لا تفسر هذه الأمور وتترك هذه الأمور من دون أي تفسيرات. وبالتأكيد نحن أمام هجمات غامضة كبيرة جدا، هي تأتي متزامنة مع تصريحات مثيرة الخميس الماضي من المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، الذي أكد بأن هنالك اتفاقا مع إسرائيل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على المستوى الاستراتيجي ضد إيران النووية، ولكن هنالك خلافا تكتيكيا، أي بما معنى بأن إيران لو حاولت الوصول إلى القنبلة النووية فنحن متفقين على منعها من الوصول إلى القنبلة النووية، ولكن على المستوى التكتيكي والتطبيق في كيفية منعها هنالك خلاف واضح جدا. وهذا الخلاف أصبح واضحا من تسريبات نشرها موقع أكسيوس حول اللقاء الذي جاء بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأسبوع الماضي طبعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت. كان هنالك لقاء سرب عنه الكثير من التفاصيل مسؤولون إسرائيليون إلى موقع أكسيوس الأمريكي. في حينها بلينكين سأل بنت وقال له: أيها الإسرائيليون، ما هو البديل لديكم إذا لم نعد إلى الاتفاق النووي؟ ما هي الخطة التي تعتقدون بأنها ناجحة وستمنع إيران من التخصيب بنسبة 90% والوصول إلى القنبلة النووية؟ ونفتالي بنت أجاب بشكل بسيط وبهذا الشكل بحسب هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين. قالوا: بنت أخبر بلينكين أنه يمكن ردع إيران عن التحرك نحو تخصيب اليورانيوم إلى المستوى العسكري بنسبة 90% إذا علمت إيران أن واشنطن والدول الأوروبية ستصعد العقوبات إلى المستوى الذي فرضته روسيا. وهذه طبعا القضية واضحة جدا أن الخطة الإسرائيلية: دعنا نضغط ونضغط ونضغط على إيران، ولا داعي لفتح الأبواب إلى إيران من أجل الوصول إلى ما ممكن أن تصل إليه. ولكن هنا المثير بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن واضح بأنها بدأت تسأل إسرائيل وبدأت تتجه لإسرائيل حول قضية الاتفاقية النووية، لأن الاتفاقية النووية تعاني ما تعانيه. فعلى الرغم من أن الآن الاتفاق النووي لم يتبقى منه من أجل نجاح الولايات المتحدة الأمريكية في العودة مع إيران للاتفاق النووي، لم تتبقى إلا شرطا واحدا، وهذا الشرط الذي تبقى طبعا على هذه الاتفاقية هو رفع الحرس الثوري الإيراني من لوائح العقوبات الأمريكية. ولكن الشروط الأمريكية عقدت نوعا ما الأمور مع ردة الفعل الإيرانية حول هذا الأمر. فواحدة من الشروط طبعا التي طلبتها الولايات المتحدة الأمريكية هي متعلقة بينهم، يريدون التزاما من إيران بأن الحرس الثوري الإيراني عليه أن يوقف نشاطاته عبر فصائله المسلحة الموجودة في المنطقة، في العراق، في سوريا، وفي لبنان المتمثلة بحزب الله اللبناني، وحتى على مستوى جماعة الحوثي. إيران باختصار رفضت تماما هذا الطلب، وبالتالي أصبح الأمر هنا محصورا بقضية مختلفة وجديدة تحدثت عنها مصادر إيرانية، ألا وهي قضية متعلقة بالجنرال الإيراني قاسم سليماني. فالمصادر الإيرانية، ونتحدث هنا عن راديو فردا وكذلك عن إيران انترناشنال، تحدثت بأن إحدى الشروط التي تحدثت عنها الولايات المتحدة الأمريكية بأن عليك يا إيران أن تستغني عن قصة الانتقام للجنرال الإيراني قاسم سليماني، وبعد ذلك سنوافق على رفع الحرس الثوري من لوائح العقوبات وسنعود إلى هذا الاتفاق النووي، وتنتهي إلى هنا القصة. وما يؤكد ما تحدثت عنه المصادر الإيرانية هو أن الأسوشيتد بريس الشهر الماضي تحدثت بأن وزير الخارجية الأمريكية السابق مايك بومبيو بأن تم تخصيص وخصصت له وزارة الخارجية الأمريكية له ولكبير مساعديه 2 مليون دولار شهريا من أجل توفير الحماية له مما ممكن أن يتعرض له من طبيعة الهجمات أو عمليات الاغتيال التي ممكن أن يتعرض لها. وانتبهوا، نحن نتحدث هنا عن مايك بومبيو، لم نتحدث عن دونالد ترامب أو أي شخص موجود في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذين هم يعتبرون أهدافا بالنسبة لإيران. وهذا يؤكد فعلا المصادر الإيرانية الدقيقة هنا عما نتحدث عنه. وما زاد الطين بلة على الولايات المتحدة الأمريكية هي دخول روسيا على خط هذه المفاوضات. وباختصار شديد جدا، روسيا هي تعاني كما نعلم من عقوبات أمريكية من أوروبا ومن غيرها فيما يتعلق بمسائل الطاقة والتجارة والتعامل مع روسيا بشكل عام بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا. بكل تأكيد واحدة من الشروط التي تحدث عنها مسؤول أمريكي إلى الواشنطن بوست، تحدث
تحدثت بأن روسيا تحدثت حقيقة بأن روسيا الآن هي وقعت في الآن وتحدثت مع الولايات المتحدة الأمريكية بأنها الآن طلبت من إيران بشكل مباشر بأن هذا الأمر طلبت هذا الأمر طبعا روسيا من الولايات المتحدة الأمريكية بأننا دعنا نتبادل تجاريا، دعنا نتبادل مع إيران تجاريا هذه القضية ولا تدعونا ولا تؤثروا علينا على المستوى طبعا العسكري الذي نتحدث عنه أو على مستوى العقوبات كما نتحدث هنا، وعلى هذا الأساس سنستطيع فعلا العمل بهذا الشكل. وهذه عقدت الأمور على الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا وبشكل هائل للغاية طبعا كما نتحدث هنا. وما زاد الأمور تعقيدا هو ما تحدث عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا الرئيس الروسي فاجأ الجميع بظهوره أيضا قبل الأول من أبريل، ونتحدث هنا أي أنه ظهر قبل يومين تقريبا من الأول من أبريل، وتحدث وفرض شروطا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أوروبا وعلى الدول التي اعتبرها من الدول الغير صديقة. قال بأن هذه الدول هي الدول الغير صديقة التي هي طبعا الدول التي عاقبته بكل تأكيد بأن عليها التوجه وفتح حسابات في طبعا الداخل الروسي، وعندما تفتح هذه الحسابات في الداخل الروسي يجب أن تفتح طبعا في عملة الروبل، وبعد ذلك ستتمكن من شراء الغاز الطبيعي ومسائل الطاقة، وتحديدا نتحدث عن الغاز الطبيعي بالروبل الروسي، وليس مسموحا لها الآن بعد ذلك بالتعامل على مستوى اليورو أو على مستوى الدولار، لن نبيع الغاز الطبيعي بفري ببلاش إلى أوروبا وغيرها، وهم مجبرون على هذا الأمر. ووقع نقطة مهمة جدا ومرسوم مهم جدا متعلق طبعا بهذا الأمر الذي نتحدث عنه، وكذلك هذا الأمر الذي نتحدث عنه هو جعل بصريح العبارة فلاديمير بوتين وأوروبا أن تتحدث وأن تشعر بقلق كبير جدا. ماذا سيفعل فلاديمير بوتين إذا ما استمرت أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الدولار وباستخدام اليورو بكل تأكيد في عملية شراء الغاز؟ هل سيفاجئنا؟ هل سيضعنا تحت المطرقة في هذه القضية؟ وهذه طبعا يجب أن ننتبه بأن روسيا ليست بالقليلة أبدا، رغم كل العقوبات التي تتعرض إليها فهي تعتبر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي على مستوى العالم، أي إنها تشكل 17% من الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى ذلك بأنها هي تعتبر ثالث أكبر مصدر للنفط على مستوى العالم، وهي تشكل 12% طبعا بالنسبة إلى النفط. ليس من السهل أن تفرض عليها العقوبات في ظل أنه يريدك أن تتعامل معه بالروبل بكل تأكيد. وكذلك أن بلومبرغ تحدثت مؤخرا عن أن روسيا لن تتأثر أبدا بالعقوبات التي تريد أن تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، وتحدثت بأن العائدات من النفط ستصل إلى 321 دولارا أو مليون دولار طبعا خلال هذه السنة خلال عام 2022. وقالت بلومبرغ بأن هذا يمثل زيادة بالثلث مما تحقق من عائدات النفط في عام 2021 بالنسبة إلى روسيا، ولا كأن هنالك عقوبات على روسيا فرضت. كذلك أن هنالك معهد طبعا التمويل الدولي تحدث بأن الحساب الجاري إلى روسيا، هذا الحساب المهم الذي تمتلكه روسيا الذي تتحصل عليه من خلاله طبعا على العملات الصعبة والعملات الدولية المهمة طبعا، تحدث هذا المعهد بأن هذا الحساب الجاري سيصل أيضا إلى 240 مليون دولار كأعلى فائض ممكن أن يتحقق إلى روسيا خلال هذا العام في عام 2022، أي أعلى من مما تحقق في عام 2021. وهنا نتحدث عن مسائل الطاقة، نحن نتحدث عن الغاز الطبيعي ونتحدث عن النفط، وبالتالي روسيا إذا ما أدخلت أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في مسائل الأسمدة، في مسائل الحبوب، في مسائل المعادن، فستدخل العالم في مشكلة، لأنها تعتبر من الأول أو الثاني أو الثالث في المراكز المتقدمة جدا في الإنتاج العالمي في هذه المسائل. بالتالي ستضع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك أوروبا تحت المطرقة إذا ما توجهت إلى الروبل. وهنا المشكلة الأساسية بأن روسيا في مسألة الغاز الطبيعي هي سمحت للصين وقالت للصين يمكنكم شراء الغاز الطبيعي بالروبل الروسي، ولكن تمتلكون مرونة في استخدام اليوان الصيني، ليس لدينا مشكلة أن نبيع لكم الغاز الطبيعي باليوان الصيني. وعلينا هنا أن نتذكر قبل 3 أسابيع أيضا كانت هنالك قضية متعلقة بالمملكة العربية السعودية والصين، بأن المملكة العربية السعودية تدرس عملية بيع النفط
إلى الصين باليوان الصيني متفادين الدولار واليورو، وبالتالي نحن أمام قد نكون أمام عزل خطير جدا هنا على هذا المستوى الذي نتحدث عنه للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إلى أوروبا بشكل عام. وتظل الأسئلة الكبيرة كيف سيتعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الاتفاقيات أو في ظل هذه المفاوضات الخطيرة التي تبدو بأنها لا تسير بالشكل الجيد بالنسبة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.